يا أخت حزان، الأمور طيبة الحمد لله. ولماذا تحزنون إذا أراد الله أن يتخذ من المؤمنين شهداء؟ والرسول عليه الصلاة والسلام رأى عمه حمزة وقد حل به محل، فصبر واحتسب. ولما أتاه خبر الثلاثة جعفر وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، قال وما يصرون أنهم عندنا. الحمد لله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أما التعوذ بالله من الهم والحزن فلازم، عليك أن تتعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.